مركز ترميم المخطوطات في المسجد الأقصى المبارك الذي يقوم في مبنى أثري معماري عظيم جداً يعرف باسم المدرسة الأشرفية، والذي أطلق عليها مجير الدين الحنبلي اسم الجوهرة الثالثة من جواهر المسجد الأقصى المبارك، يعتبر من إنجازات دائرة الأوقاف الإسلامية ووزارة الأوقاف في عمان الذي يعتد بها. الواقع أن المخطوطات هي حاوية للفكر الإنساني، فالإنسان قبل اختراع الطباعة اعتمد على المخطوطات لتسجيل أفكاره ومعارفه وعلومه، وما يعتبر أساسياً لاستمرار الأجيال القادمة. فالمخطوطات واضح جداً أنها من النسخ ومن كتابة الخط، وتجمع في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مركزاً علمياً ينهل منه كان العلماء على مدار التاريخ، وكانت القدس بهذا الأمر مثلها مثل مكة والمدينة، في أن أي عالم يجب أن يرتحل إلى 6 مدن في الإسلام كان حتى يصبح عالما يؤخذ به، وحتى يصبح عالما مشهورا ويشار إليه في البناء. في عام 2000 قررت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة ووزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية افتتاح مركز للعناية بمخطوطات المسجد الأقصى المبارك وترميمها. مجموعة المخطوطات في المسجد الأقصى مهمة، وبالتالي التفتت الأوقاف لعناية بهذه المجموعة. كانت الفكرة بتأسيس هذا المركز الريادي الأول على مستوى فلسطين والأكثر تفوقاً على مستوى العالم العربي وربما على مستوى الشرق الأوسط أيضاً. ثم انطلق مشروع تدريب طاقم مركز ترميم المخطوطات في بعثات دولية مشتركة مع منظمة اليونسكو. تم افتتاح هذا المركز في رمضان من عام 2008، ومنذ ذلك الحين منذ 10 سنوات وهو يقدم وظيفته في خدمة هذه المخطوطات والسجلات والمواد الورقية في المسجد الأقصى. مجموعة المخطوطات في المسجد الأقصى المبارك من أكثر المجموعات تفرداً وتميزاً بحكم موقعها وارتباطها بهذا المسجد العظيم في الإيمان الإسلامي وفي الوجدان الإسلامي. مجموعة المخطوطات في المسجد الأقصى المبارك متنوعة، تضم عشرات المواضيع في مختلف أنواع العلوم الشرعية وغيرها، وتعود إلى عصور مختلفة من الحقب الإسلامية المختلفة. للأسف أننا بحلول الاحتلال الصليبي في مدينة القدس عام 1099 ميلادي إلى 1187 خسرنا معظم المخطوطات قبل هذه الحقبة. ثم بدأت مكتبة الأقصى بالتراكم من جديد، رجعت الحركة العلمية للمسجد الأقصى، العلماء، الطلبة، مصاطب العلم، المدارس المحيطة بالأقصى كلها أنتجت مجموعة كبيرة من المخطوطات. هي اليوم تعدادها قرابة 4000 مخطوطة محفوظة بشكل جيد في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ومدينة القدس لها مكانة كبيرة جدا في العقيدة الإسلامية، فقد كانت منارة للعلم مما أدى إلى ازدهار العلماء والمحاضرات، وهذا أدى في التالي إلى قيام مجموعات من المخطوطات أوقفت على المسجد الأقصى المبارك، وتم التبرع بها من مجموعة كبيرة من الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين، وكل عالم كان يعتز بمكتبته. ومن أشهر هذه المخطوطات نستشهد بمجموعة الشيخ محمد الخليلي رحمه الله، الذي قدمها أحفاده وورثته هدية لمكتبة المسجد الأقصى المبارك. يمر المخطوط في مركز ترميم المخطوطات بتقريبا 25 مرحلة معالجة، ممكن تصنيفها تحت 4 مراحل معالجة رئيسية: مرحلة الفهرسة والتصوير ويعني تحديد هوية هذا المخطوط وقيمته العلمية، ثم مرحلة المعالجة الميكانيكية بتنظيفه من الغبار والعوالق وآثار الزمن،
وآثار الحشرات أيضا التي يعني الآثار البيولوجية للتلف، ثم مرحلة المعالجة الكيميائية في المختبر الكيميائي، وتشمل أيضا فحص الأكسيد والألياف والأحبار والغسيل الكيميائي والتصميغ وكل هذه المراحل الفرعية. ثم في الجزء الرابع مرحلة الترميم اليدوي والمعالجة الإلكترونية. ضمن هذه المراحل قد يستغرق ترميم المخطوط الواحد أكثر من سنة، قد يكلف من $100 إلى 60,000 أو 70,000 دولار للمخطوط الواحد بحسب مدة العمل على هذا المخطوط وبحسب حالة هذا المخطوط، وكل مخطوط يختلف عن الآخر في حاجاته وفي مدة ترميمه وفي المراحل التي ينبغي أن يمر فيها. إجمالا يمر المخطوط بالمعدل في مركز المخطوطات في 3 أشهر من المعالجة بأيدي 10 من المحترفين المدربين على مستوى عالمي في هذا المركز الريادي. في مرحلة المعالجة الكيميائية يمر المخطوط في مرحلة المعالجة بالمواد الكيميائية، نعالج آثار الأكسيد وآثار الحموضة التي يعني علقت بأوراق هذا المخطوط. يتم غسيل المخطوط كيميائيا ضمن محاليل خاصة من المياه والكحول ونسب معينة من السموم المخبرية مثل سم الفينول وغيرها، بهدف القضاء على هذه التأثيرات الجانبية للمواد الكيميائية وبهدف منع تآكل هذا المخطوط مستقبلا. بانتهاء مراحل ترميم المخطوط نكون قد أنجزنا إنجاز مهم على صعيد الحفاظ على التراث الإسلامي في هذا المكان العظيم. يحفظ المخطوط في صناديق خاصة خالية من الأحماض ومصنوعة بطريقة خاصة أيضا في داخل مركز ترميم المخطوطات. هذه الصناديق تصنع بمعايير عالية، تكلفتها صحيح عالية لكن هي ترافق المخطوط إلى عشرات السنوات القادمة. ثم يحفظ المخطوط في خزائن خاصة تعزله عن الحريق. لا يتم تداول النسخة الأصلية من المخطوط بعد ترميمها، نكتفي بتداول صور المخطوط الرقمية بهدف الحفاظ عليه وعزله قدر الإمكان عن الاستخدام اليدوي. ثم يعني يبقى المخطوط تحت العناية والملاحظة والمراقبة بشكل دوري حتى نتأكد من عدم يعني وحفظه في ظروف غير مناسبة من ناحية الرطوبة والاستخدام والحشرات وغير ذلك. تبقى مهمة الحفاظ على هذا المخطوط مستمرة ولا تتوقف بانتهاء ترميمه. ترميم المخطوطات له جانبان، أولا هو احترام لتراثك لأنه يشكل جزء من التراث الفكري الإنساني لهذه المنطقة، ثم أن هذه المخطوطات بطبيعتها هي معرضة للإصابة ببعض الأمراض، بإصابة ببعض الآفات، فالأصل فيها أن يتم معالجتها حفاظاً لها للأجيال القادمة ومعرفة ما يوجد بها من كنوز، وتوثيقاً لمرحلة زمنية كانت هذه المخطوطات تشكل مفاهيم ومعلومات ومعارف الذين كانوا مقيمين في هذه المنطقة، وهي انعكاس للحضارة العربية الإسلامية.